خليني نروح شطة. موري طيب لا تفعل هاي فوق كل أول ساعة لا تفعل عمرك. ما شاء الله ما شاء الله ترى تشوف ان هي انقطع الخيط كله هي انقطع لا تتكلم انا صيده بس هو دي انقطع خيط بنتي بس هو انقطع طيب نعم مسوي لها مقادير ابو ثلاثة اثنين جد لا تعصبني هي بس بمالها هو شوف القنيع حاط مقدار يقص هو ما راسه ضايع هو فكات انا اثنين مسويها لا 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 اموره طيبه وين شوف الله هو يا وي بطير عليك اسحبها ما با خلي توت تقاس التبقبه وجي تعلمني عنها بعده تعلمني عن تغمك اليوم الصادي هنزلة شوي 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 طبعا ما شاء الله كل يوم اصابيها عاد تتبطل تو انا خليها عاد لو تبطلت انا دي وش قعدت فوق بابا بقصهم باكلهم خلاص